تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أحب أيضا أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة، أختي ميرا المري، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. واليوم أيضا يعني معايا بتكون إن شاء الله في تقديم البرنامج الدكتورة عايشة البسطي، وأنا سعيد جدا أن شوي عاي اليوم دكتورة. صباحكم الله بخير، صباح النور والسرور، حياكم الله جميعا، يعطيكم العافية. بداية مثل ما تعودنا مستمعينا، فقراتنا بتكون متنوعة صحية وطبية. نبدأها طبعا بالفقرة الأولى اللي تعودنا عليها، وهي فقرة السوشيال ميديا، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباح الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور، عليك السرور، عليك أخوي عبد الله، وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله. الله يحييك أختي أسماء. أمس كنا حاطين معلومة وايد ناس تفاعلوا معاها، وهي متلازمة القلب المكسور. نعم. فالفيديو وايد لقى تفاعل، نتمنى من الكل يشوف آخر فيديو نحن حطيناه في حساباتنا في الانستغرام، ويتكلم عن هذه المتلازمة، متى تصير المتلازمة. أحيانا تصير بعد ما يمر إنسان يعني بأزمة نفسية، أو خسر فلان، اختار حد يحبه، فبعض الأشخاص تجيهم هاي المتلازمة، بس شو لازم يسوي وكيف ممكن يقي نفسه. هاي الأشياء كلها موجودة في آخر نشرة، أنا قد بخبركم أن أكثر واحدة حصلت تفاعل، عاد يقول أن قلبي مكسور من زمانها وما يقدر نسوي لي شيء. نحن نتكلم عن القلب المكسور الطبي. سبحان الله. سبحان الله. أزمة الأشياء يمكن اللي تكون لها علاقة بالصحة النفسية، أو سبحان الله تلاقي أكثر يعني أكثر تفاعل حتى من الجمهور. فعلا، لأن يعني الموضوع يعني جانب الصحة النفسية تأثر في كل شيء، تأثر صحيح. في الصحة، تأثر في الأمراض المزمنة، ممكن تخلي الإنسان يعيش حياة سعيدة، وممكن تخليه يعيش حياة يعني قمة في الاكتئاب. المنظور يتغير، فالناس أحيانا تخربط بين الشعور وبين الصحة النفسية، يعني يعني مثلا الأمراض النفسية ما لهم علاقة، ممكن واحد يكون حزين وفي واحد يكون عنده اكتئاب، مو بنفس الشيء. فإن أنا أقول إن أنا شخصية مكتئبة مو بيعني أنا في الاكتئاب، بس الناس شوية هالمفردات شوي يعني لازم نتثقفهم فيها أكثر شوية إن شاء الله. ايضا اختي اسماء، احنا اليوم اذا حصلنا وقت عندنا دراسه دكتوره جميله، دكتوره عايشه، دراسه جميله جدا تتكلم عن ان كيف الانسان يوم يكون يعني متوتر وعنده ظروف كذا وما بعرف قلق، كيف الهرمونات تتاثر على بعض الوظائف في جسم الانسان. صحيح. فاذا حصلنا فرصه يمكن نقرا ان شاء الله نذكر الدراسه اليوم ان شاء الله. ايضا كنا امس طالعين نقل مباشر بكل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد. نعم. من المعلومات الطبيه مع مختصين من الصحه العامه، كانوا يتكلمون يجاوبون على كل الاسئله اللي تنطرحها من الجمهور بخصوص المرض، كيف الوقايه، والاكثر شيء مهم غسل اليدين. الناس صحيح. يعني يمكن تقول اغسل يدي، لا، غسل اليدين بالطريقه الصحيحه. صحيح. وهذا يعني اغلب الجهات التوعويه تركز على موضوع غسل اليدين، لانه جدا مهم في هذا الموضوع. خلنا نقولها، الوقاية خير من العلاج، أشياء وايد نقدر نسويها عشان نتفادى أي مرض، مو بشرط كورونا، أي مرض، أشياء كثيرة نقدر نسويها. صحيح. ونختمها برسالة صباحية اللي تقول: الخطوة الأولى دائما تكون الأصعب، ابدأ ولا تخف، تميز ولا تجعل التردد يفسد عليك نجاحك. دائما التردد يخليني بالعيد، فاستمر
وكمل وإن شاء الله راح توصل لأهدافك كلها. صحيح، أشياء وايدة يمكن التردد يمنعنا عنها ونتخوف من يمكن الفشل. صح. عبد الله في النهاية وأحيانا هالشيء صحيح، ويمكن إذا سويناها يمكن ننجح، يعني مو بأن دائما الفشل هي بداية، يمكن هذا التردد وايد يعني يلعب دور كبير أن في أشياء وايدة ما نقدر نوصلها بسبب التردد. ودمت بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة اسمع الجناحي، شكرا لك. شكرا اختي اسماء. ودكتوره مثل ما تفضلت اختي اسماء بخصوص يعني كل ما يخص موضوع الكورونا، هناك الكثير يعني من المواد التثقيفيه والمعلومات اللي تخص موضوع الكورونا، الوقايه منها صحيح. موجوده في كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء هيئه الصحه بدبي او حتى وزاره الصحه هيئه الصحه ابو ظبي، وكلها معتمده من لجان معتمده في الدوله. صحيح. الواحد ممكن يعني يلجا لهالجهات هاي وياخذ التثقيف الكامل بخصوص موضوع الوقاية من فيروس كورونا. صحيح، ويعتمد عليها كذلك عبد الله، لأن ما نعتمد على يعني مواضيع يتنا أو كلام عن نفس المرض أو أمراض ثانية أو سواء كورونا أو أمراض ثانية من مواقع نحن ما نعرفها، يعني الإشاعات تنتشر، أشياء وايدة تنتشر وفي النهاية تكون مصدر مو موثوق فيه. ثاني شيء تبث القلق والخوف فينا، ويعني معظم هذه الأخبار أو اللي تنقال تكون يعني كلام مو بصحيح، يكون ما 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 له علاقه بالصحه، بس اتاكد من المكان اللي اخذ منه المعلومات اللي تهمني. يعني وزاره الصحه يعني ما قصرت صراحه، يعني اول باول يعني تقريبا بشكل يومي تحط تقرير كامل عن هالشيء. الحمد لله بعد دائره الصحه والبارحه كان يعني نفس الشيء، المعلومات كامله، والبارحه كان لقاء مباشر بخصوص هذا الموضوع. فنرجع نقول دكتوره ان الواحد لا يسير وراء الأخبار أو المعلومات أو الإشاعات. صحيح. دائماً في الفترة هاي يلجأ إلى الجهات المعنية اللي أكيد. يأخذ منها المعلومات الموثوقة والمعتمدة، سواء مثل ما تفضلتي هيئة الصحة بدبي، وزارة الصحة، وكل الهيئات الصحية المحلية اللي موجودة في الدولة. صحيح، وهذا أهم شيء، يعني نتأكد من المعلومة اللي ناخذها. ننتقل عبد الله لفقرتنا الثانية اللي هي الفقرة التوعوية، واليوم بنتكلم عن عنصر يمكن عنصر غذائي، يمكن الناس سامع فيه قبل أو يمكن في حد كثير ما بسامع عنه، اللي هو عنصر السيلينيوم. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ريناد إبراهيم. صبحت الله بالخير أستاذة ريناد. أهلا فيكم. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن عنصر السيلينيوم، ومثل ما ذكرتي هو فعليا عنصر يمكن مش دائما متداول أو مش كثير الناس دائما بتحكي عنه، يعني مثل العناصر أو المعادن الثانية. هو السيلينيوم هو يعتبر معدن من المعادن الموجودة في التربة، وبيوجد بصورة طبيعية في بعض الأطعمة، وجسم الإنسان بالعادة بيحتاج إلى كمية ضئيلة من عنصر السيلينيوم، والذي يسهم بشكل أساسي في عملية التنسيق الغذائي أو نحكي عمليات الأيدل بالجسم. نعم. بيحتوي السيلينيوم على خصائص مضادة للأكسدة، تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف. وبعض الأبحاث اللي عملوها وجدوا أن عنصر السيلينيوم قد يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بمرض سرطان الكبد. وأيضا من فوائد عنصر السيلينيوم بيساعد على الوقاية من الأمراض القلبية، حيث بيعمل عمليات الأكسدة بخفض من الالتهابات ومنع تراكم الصفائح الدموية، وأيضا بيساعد في تعزيز مناعة الجسم بقوي جهاز المناعة، وبيحفز عمل الغدة الدرقية لإنتاج الهرمونات. وأيضا في ناس كثير تسألنا هذا الأسئلة أو هيك، هو كثير مفيد كمان لتعزيز الخصوبة عند الرجل والمرأة. وأيضا يساعد تناول بعض الأطعمة الغنية بالسيلينيوم في منع تطور مرض الزهايمر اللي بيؤدي لفقدان الإزاكي. هلأ عادة عنصر السيلينيوم بيتم استخراجه من بعض المنتجات والحبوب الكاملة، إضافة لمصادرها طبعا من الخضروات والفواكه. بتختلف نسب السيلينيوم من المنتج على حسب اختلاف تركيزها في التربة اللي زرعت فيها تلك الحبوب. بعض الأطعمة الغنية بالسيلينيوم من المكسرات، أغلب المكسرات تحتوي على السيلينيوم، بس اللي أكثرها نسبة اللي هو الجوز البرازيلي بيحتوي على نسبة غنية بالسيلينيوم. بعض الخضروات من ضمنها السبانخ بيحتوي على نسبة عالية. الأرز البني بيحتوي على نسبة أعلى بالسيلينيوم. الأطعمة البحرية مثل الأسماك، الروبيان والتونة
في عنا بعض اللحوم الحمراء والدجاج أيضا بيحتوي على السيلينيوم، الألبان والبيض بيحتوي على السيلينيوم، والكبدة والمشروم. طبعا كل واحد منهم في عنا اختلافات على الكميات اللي بيحتوي فيها، صحيح. زي ما ذكرت هو الجسم ما بيحتاج كميات كبيرة، فإذا كانت متواجدة هاي الأطعمة في النظام الغذائي فبيكون هو حصل على احتياجه كافة من عنصر السيلينيوم. نعم، أستاذ ريناد، بالنسبة كم الكمية الموصى فيها بخصوص عنصر السيلينيوم؟ أغلب بالنسبة للأعمار، يعني نحكي مثلاً اللي هم فوق 14 سنة أو نحكي الأدلت، يعني تقريباً بيحتاجوا 55 سواء لرجل أو للمرأة مايكرو جرام في اليوم. نعم، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين أستاذ ريناد. أهم شيء طبعاً النظام الغذائي المتوازن، كل ما كان النظام الغذائي متوازن بيحتوي على كافة المجموعات الغذائية من نشويات إلى بروتينات إلى دهون، وطبعاً مجموعة الألبان ومشتقاتها. فبهي الحالة إن شاء الله الجسم بياخذ كامل كفايته من العناصر من المعادن والفيتامينات، وما بيحتاج لأي مكملات أو أي شيء ثاني. ممتاز أستاذة ريناد إبراهيم، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكراً لك. هذه كانت فقرتنا التغذوية لليوم، وكانت تتكلم عن عنصر السيلينيوم. في أشياء سبحان الله يعني إلها فوائد كثيرة عبد الله، والواحد يمكن مرات ما يعني ما يتطرق لهذه الفوائد. صحيح. يعني ومثل ما ذكرت هي إن هناك بعض يمكن الواحد أثناء يعني الوجبات اليومية ما يحاسب إن هل هاي المعادن موجودة. صحيح. في الوجبة، ولكن حلو إن هي ذكرت يعني شو سواء المكسرات أو الخضروات اللي. صحيح. موجودة فيها نسبة السيلينيوم، فالواحد يعني ياخذ حذره ويتاكد ان مثلا هاي الاشياء موجوده خلال وجباته اليوميه سواء. صحيح. الفطور او الغداء او العشاء، عشان يتاكد انه على الاقل يعني خذاها بشكل حصته بشكل يومي. نعم. خلينا نطلع فاصل ان شاء الله ونرد مره ثانيه. مستمعينا طالعين فاصل وردي لكم، خلكم ويانا. صحه وسعاده، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. فقرتنا الحين عبد الله بنتكلم عن حملة كنز الحياة، وتواصل هيئة الصحة بدبي ممثلة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث جهودها لرفع الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري ودورها كذلك الفاعل في علاج أمراض الدم المختلفة. ولذلك أطلقت الهيئة خلال الشهر الماضي الدورة الثانية من حملة كنز الحياة، واللي بنتعرف عليها وعلى أهدافها من ضيفتنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيسة وحدة استقطاب المتبرعين وباحثة إكلينيكية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. صباح الله بالخير دكتورة فاطمة. صباح الخير، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله ويانا. مرحبا. مرحبا دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله. مثل ما ذكرت الدكتورة عايشة بأن مركز دبي لدم الحبل السري من الأبحاث أو من المراكز المتميزة كمركز تخصصي في هيئة الصحة في دبي، وأيضا يعني مركز في يعني علاج سواء أو بحوث للإنسان المتبرع في الوقت الحالي والمستقبلي أيضا. فدكتورة أعطينا فكرة عامة عن حملة كنز الحياة وشو أهداف الحملة هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مركز دبي دم الحبل السري والابحاث والمركز الحكومي الوحيد المرخص في دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا هذا المركز تم انشاءه في 6/6/2006، وطبعا نحن نفتخر بوجود مثل هاي المركز في الامارات، لانه طبعا يشجع الامهات على تخزين دم الحبل السري اللي هو يساهم في علاج اكثر من 80 مرض من امراض الدم. طبعا اطلقنا حمله كنز الحياه في عام 2019، كان لنا اول اطلاق للحمله، وطبعا من كثر ما لقينا اقبال كبير من المراجعين عن الحمله واهميتها وكيف زادت الوعي والتثقيف
بين المجتمع، فقررنا أن نكمل إطلاق هذه الحملة في أماكن ومناطق جديدة في سنة 2020. فطبعاً نحن حين في ربع الأول سنة 2020 وبدينا نزور الأماكن المختلفة، وركزنا هاي السنة على المستشفيات وعلى المراكز الصحية الأولية وعلى المستشفيات الخاصة الموجودة في الدولة، على أساس أن نقدر قد ما نقدر أن نركز على أماكن وجود الأزواج والأمهات اللي هم ضروري أن يعرفون عن أهمية تخزين دم الحبل السري عشان الفرصة ما تضيع عليهم ويخزنون دم الحبل السري للعلاج. ممتاز دكتورة، كيف لقيتوا مدى التعاون والاستجابة لهاي الحملة؟ طبعا ما شاء الله، يعني الحملة لما أطلقناها كانت هي على أساس أن في 2019 وبس، يعني بس سبحان الله يعني يوم طلعنا على هاي الحملات شفنا أن كثير من المجتمع ما يدرون بوجود مثل هاي المراكز في الإمارات. فنحن بغينا أن نركز على هذا الموضوع، أن خسارة الأم تحمل 9 شهور، ومع أن الحبل السري والمشيمة يعتبر من النفايات في السابق كان يرمي ما لأي أهمية، لكن نحن بغينا أن نوضح أن هذا الشيء ما يعتبر من النفايات، يعني هذا قبل 20 سنة، لكن حاليا يحتوي على خلايا جذعية نفس الخلايا الموجودة في نخاع العظم، وهذا مصدر ثاني آخر موجود في المشيمة يحتوي على خلايا جذعية ممكن يعالج أكثر من 80 مرض من أمراض الدم. فبدال ما الأم بعد الولادة يتم رمي هاي المشيمة والخلايا الجذعية والحبل السري، هذه فرصة كبيرة إن الأم تخزن هاي الدم اللي هو اللي يحتوي على الخلايا الجذعية لمدة 30 سنة ممكن تخزينه في الإمارات وفي مركز الحبل السري. وطبعا هذه الخلايا الجذعية هي عبارة عن خلايا بنوية طبعا غير متخصصة تحل محل الخلايا المتضررة في الجسم وتنتج خلايا جديدة، فعشان كذا سميناه كنز الحياة، لأنه هو يعتبر كنز إذا الواحد قدر يتدارك هذا الكنز ويخزنه ممكن يستخدمه في العلاج. جميل الاسم دكتورة. مثل ما تفضلتي دكتورة بأن يعني أهمية الدم هذا مهم، مثل ما تفضلتي يعني يغطي أو يشافي تقريبا 80 مرض من أمراض الدم بالإضافة إلى أمراض ثانية، فكيف أكيد طبعا أنتم عندكم دكتورة هناك معايير معينة لاختيار الشخص اللي ممكن يتبرع، هل تم يعني مثلا توعية الناس بالنسبة للأمهات يعني قبل الولادة على المعايير هاي إن يعني أتي وتتبرع بالدم؟ طبعا نحن الحين لما نطلع هاي الحملات من الأشياء اللي نركز عليها طبعا نتكلم عن المعايير العالمية لقبول العينة. يعني نحن لهذا اللي يميز المركز الحكومي اللي عندنا اللي هو مركز الحبل السري، إنه ما نقبل أي عينة للتخزين، لأن إذا قبلنا أي عينة ممكن الأم تصير طالب فيه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يكون غير صالح للزراعة، حرام إنه يعني تكون هي خزنة هذا الدم ومش ممكن تستخدمه في المستقبل. صحيح. عشان في عندنا معايير عالمية لقبول العينة، وهذا الشيء نوضحه للأم في مرحلة التثقيف ونقولها إن العينة إذا كانت جيدة صالحة للتخزين فيها كميات كميات خلايا جذعية كافية، وإن تكون ما فيها أي من الأمراض من أمراض الدم وخالية من الشوائب، إذا كان كل هاي فيها طبعا نحن نخزن هذا الدم. وفي حالة طبعا الدم كان فيه مشكلة ولا مثلا فيه شوائب أو غير صالح لزراعة المستقبل، نحن نسترجع المبلغ للأم، يعني مبلغ 8000 يرجع للأم على أساس أنه يكون لها فرصة ثانية في حالة الحمل في المستقبل أنها تخزن دم الحبل السري. فمن الأشياء نحن نشدد عليها في التثقيف ونبين للأم طريقة التسجيل وطريقة حتى الشرح كيف يتم السحب، يكون عندنا يعني دمي بيبي اللي هو نستخدمه عبارة عن مجسم لبيبي مع الحبل السري والمشيمة، ونراوي الأم إن شو إن لما نحن نسحب دم الحبل السري ما له ألم للطفل، لأن أصلا الطفل ينفصل تماما بعد الولادة، مجرد إن قبل ظهور المشيمة هذا الحبل السري يتم تنظيفه عبارة عن أبرة بسيطة تدخل في الحبل السري وليس في الأم ولا في الطفل، فما في ألم، بالعكس هو يزرع الأمل وليس الألم. فهاي الأبرة تدخل في الحبل السري بفعل الجاذبية طبعا يتم سحب هذا الدم من المشيمة لكيس التجميع، وهذا اللي هو كيس التجميع اللي يتم إرساله للمركز ويتم في المركز فصل الخلايا الجذعية منه وتخزينه لمدة 30 سنة.
حتى طريقة الشرح دكتورة فاطمة، يعني مثل ما ذكرت، يعني نشكركم على طريقة الشرح، أن يعني تبينون للأم يعني بطريقة أن الطفل المشيمة، يعني لأن أكيد كل واحد بيتخوف من أي، يعني ما نقولك يعني أي شيء يسويه مرات، يعني يبث في أنه يمكن يكون في ألم للأم أو ألم حتى للطفل، وخاصة إذا كان رضيع. بس هاي النقطة تشجع ناس وايدة أنها تعطي دم الحبل السري، خاصة إذا عرفت تعطي نوع من الصحيح. صح. صحيح. حتى الكلمات اللي مستخدمينها دكتورة، مثلا كنوز، ألم، يعني أمل، أيوة صحيح، جميل، ويعطي نوع من الـ يعني، وهالشيء تعطوني يعني تشجيع للأهل أنهم يعني يعطون دم الحبل السري بدون تخوف، حتى سواء من الأم أو كذلك من الأب أو الأهل ككل. نعم. دكتورة فاطمة، لاحظنا قبل يمكننا نشرح. نعم تفضل دكتورة فاطمة. المستهدفين يعني مثلا، هل نحن نعرف ان اليوم في إمارة دبي مستشفى لطيفة هو المعني بالنسبة لل يعني الولادات، هل يعني مثلا اذا في وحدة في مستشفى خاص واذا بغت تتبرع هل بالامكان، ولا انتم فقط عندكم المرضى مستشفى لطيفة؟ لا لا طبعا، تخزين الحبل السري مفتوح لجميع المستشفيات الموجوده في الامارات، وطبعا اذا ربت في مستشفى خاص او مستشفى لطيفه، لكن احنا نركز على المستشفيات اللي تم تدريبها على السحب، يعني في مستشفيات خاصه نحن دربنا الطاقم الطبي على السحب، وطبعا المستشفيات الحكوميه اللي مستشفى دبي ومستشفى لطيفه اكيد كلهم مدربين بشكل دوري على طريقه سحب دم الحبل السري عشان ضمان نجاح العينه. فدائما نشجع الام يعني انها تروح المستشفيات عندها خبرة في طريقة السحب. طبعا لما الأم تأخذ الكيت التجميع اللي هو الكيس التجميع يكون داخله فيه إرشادات وتعليمات كيف طريقة سحب دم الحبل السري، صور يعني مدعم بصور، إن حتى الدكتورة لو ما كان عندها خبرة في السحب إن الصورة يعني توديها خطوة بخطوة بالطريقة المثلى لسحب دم الحبل السري. حتى نحن سميناها الخطوات الذهبية لسحب الدم الحبل السري، على أساس من كثر ما هي مهمة في طريقة سحب الدم. ممتاز. وهذا الشيء بعد يسهل حتى على الطاقم الطبي، يعني خاصة بعد الدورات والتدريبات اللي يأخذونه، أن يوصلون المعلومة صحيحة وكذلك تأكيد على المعلومة للمرضى، خاصة في أماكن يعني تكون يعني الأم من فترة حملها الأولى متواجدة فيها. طبعا احنا الحين بدينا تثقيف الممرضات الموجودين في المراكز الصحيه الاوليه على اساس هم يبدؤون يفخفون الامهات لما يراجعون، لان الام تراجع دايركت على مستشفى لطيفه او البيت، طبعا تبدا اول شيء بالعيادات اللي هي اقرب لها من البيت، عشان كذا احنا شفنا المراكز الصحيه الاوليه ضروره انه يكون لهم معلومات عن الدم الحبل السري واهميته وعن وجود مثل هذا المركز في الامارات، مركز الحكومي الوحيد. فبدينا نفقط الممرضات واعطيناهم طريقه الشرح وطريقه السحب والمعلومات اللازمه ان يقولونها للام. فالحمد لله حين خلصنا من اول مركزين اللي هو مركز بنت الحمر ومركز المزهر، وطبعا بنكمل كل المراكز في سنه 2020 على اساس ان كلهم يتمون الممرضات يكونون عارفين على معلومات عند دم الحبل السري ويوصلون حق الام في وقت الام لما تراجع المستشفى او العياده. ممتاز. نتمنى لكم كل التوفيق دكتوره فاطمه. مشكورين. دكتوره فاطمه الهاشمي، رئيسه وحده استقطاب المتبرعين وباحثه اكلينيكيه بمركز دبي لدم الحبل السري والابحاث، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا في هذه كانت الفقرة لنا اليوم في هذه الفترة اللي هي حملة كنز الحياة. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم مستمعينا بفقرة ثانية، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل، تواصلكم مهم معنا خلال الفترة هاي على 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دكتور عاشة، نحن دائما نتكلم عن الغذاء الصحي، ولكن فقرتنا حين
مش ما بنتكلم عن المشاكل، ولكن التحديات الصحية الناجمة عن التغذية غير السليمة للأم الحامل. صحيح، هناك جدا مهم كذلك. نعم، هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد يعاني منها الجنين بسبب التغذية غير السليمة للأم، حيث تعتبر التغذية للمرأة الحامل من الأمور المهمة جدا التي يجب الانتباه إليها، كونها المصدر الوحيد لتغذية الجنين والتي قد تؤثر على صحة وسلامة الجنين خلال فترة الحمل أو بعد الولادة. للحديث عن هذا الموضوع الشيق ودور التغذية السليمة في الحفاظ على صحة الجنين، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور مازن الشرايري، اختصاصي طب الأسرة واختصاصي أمراض النساء والولادة بمركز البرشاء الصحي. يا مرحبا بك دكتور مازن. صباح الخير للجميع. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك دكتور. تفضلي. دكتور مازن، بداية حابين نتعرف أكثر عن مفهوم التغذية السليمة للمرأة الحامل، شو يعني هذا المفهوم، أو إذا قلنا تغذية سليمة خاصة للمرأة الحامل؟ دكتور عايشة، تعرف إنه أهمية التغذية بالنسبة للست الحامل إنها هي المصدر الوحيد للجنين. نعم. يعني تحتاج المرأة الحامل على الكميات كافية من العناصر الغذائية حتى يكون حملها صحيح وصحي. صحيح. أهم شيء إحنا نعرف إنه التغذية السليمة لها دور أساسي في نمو الجنين وتطوره على مدى المستقبل. يجب دائما إنه تكون الحامل مهتمة بحالة قبل الحمل تغذويا، يعني لازم تكون غذائها جيد قبل حدوث الحمل. ليش؟ لأن سوء تغذية الحامل بسبب عواقب قد تكون سمح الله وخيمة وأحيانا طويلة الأمد على الجنين. صحيح. طيب شو الأشياء اللي ننصح فيها في تناولها في فترات الحمل أو ما قبل الحمل بفترة قصيرة؟ يعني أهم شيء دكتور عايش عندنا التنويع في الطعام في الغذاء. ليش؟ لضمان الحصول على كل العناصر الغذائية اللازمة للأم والجنين معا، ما هي كمان لازم تتغذى لصحتها وكمان لصحة الجنين. نعم. إحنا دائما ننصح بالتنوع، إنه كيف يكون التنوع؟ يكون في فواكه، خضروات، حبوب كاملة، منتجات الألبان خاصة قلية الدسم. ليش؟ لأن كل هاي اللي حكيت عنها أنا بتحوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجنين. مثلاً الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجنين. ليش؟ حتى يحصل على عظام وعلى أسنان قوية حتى ما بعد الولادة. صحيح. وبيساعد على تكوين الجهاز العصبي وبينظم له ضربات القلب. قديش المتطلب اليومي من الكالسيوم للست الحامل؟ طبعاً على الأقل 1000 ملغرام من الكالسيوم. يعني بمعنى لو أخذت كاسة حليب الصبح وكاسة حليب المساء تمام. كمان لا ننسى دكتور عايش أن الفيتامين دال بيساعد الجسم على استخدام الكالسيوم وتثبيته على العظام عند الجنين وعند الأم. وننساش كمان أنه الحديد مهم اللي موجود في الغذاء المتوازن. ليش؟ لأن الحديد مثل ما بتعرف هو أحد الأملاح المعدنية اللي تدخل في تكوين الهيموغلوبين والمسؤول عن حمل الأكسجين لكافة أعضاء جسم الجنين. صحيح. وكمان لا تنسي أنه بالخضروات في عندنا الفيتامين سي اللي بساعد على امتصاص الحديد، وهذا شيء مهم جدا. وفي شغلة مهمة جدا كمان منشجع ست الحامل، على الأقل من 8 إلى 10 كاسات مي يوميا. هذا كله اللي أنا حكيت عنه، هذا هو الغذاء المتوازن للست الحامل. نعم. نعم دكتور مازن، عندي بس سؤال عن الرسائل النصية القصيرة. تسأل إحدى الخوات تقول ما هي الفترة اللي ممكن مثل ما أنت تفضلت إن يعني قبل الحمل إن الوحدة يعني تتأكد إنها يعني تأخذ الـ يعني النظام الغذائي السليم قبل الحمل؟ هل في يعني أنتم كأطباء فترة معينة مثلا قبل لا تحمل إن تأخذ الإجراءات وتتأكد إن هي عندها برنامج يعني غذائي سليم؟ نعم بالتأكيد. هلا طبعا تعرف احنا الستات بيخططوا للحمل. هلا اذا ما خططت للحمل هون عندنا مشاكل. لازم دائما يكون تخطيط للحمل على الاقل قبل شهرين من الحمل. لازم الست تبدا بانها تاخذ الحمية المتوازنة والاكل المتوازن، وخاصة خاصة اللي بيحوي على حمض الفوليك اسيد. نعم. حتى احنا بنشجعهم ونقول لهم انه خذوا حمض الفوليك اسيد للحبوب. يعني اي حد يخططت قالت والله احنا بعد شهر شهرين ان شاء الله بنخطط انه تحمل، فاحنا هون بنشجعها انها تبدا تاخذ الخضروات والفواكه وتاخذ بالذات الحمض الفوليك الاسيد، وهو موجود بالصيدليات وموجود في المراكز الصحيه. هذا مهمته جدا، مهم جدا في قضيه مهمه.
وهو منع تشوهات الأنبوب العصبي. صحيح. فنقص الفيتامين الحمض الفوليك أسيد بيؤدي سمح الله عند بعض ستات الحوامل إلى تشوهات في الأنبوب العصبي للجنين. نعم. فلذلك إحنا بنشجع على التغذية المتوازنة قبل الحمل بشهرين على الأقل. صح. وتوقع أنه يعني حتى بيكون جيد بأن يعني المرأة تأخذ استشارتها من طبيبة العائلة دكتورة عائشة. صحيح. أكيد. أنه يعني مثلا هي تخطط حق الحمل تتأكد. صحيح. يعني تسوي فحوصات الدم تتأكد أن كل العناصر موجودة وما عندها أي مشاكل مثل ما تفضل الدكتور يعني بخصوص الدم ومستوى الحمض الفوليك. نعم. هذه الأشياء كلها مهمة خاصة حتى لو الواحد يأخذها حتى بنقول في التغذية. نعم. بس نفس ما ذكر دكتور مازن يعني حمض الفوليك جدا مهم خاصة يعني الوحدة يفضل تاخذه شهرين او ثلاثة شهور حتى قبل فترة يعني تخطيطها للحمل. نعم. دكتور مثل ما تفضلت انت يعني ان المفروض الوحدة تخطط للحمل واثناء يعني قبل الحمل وبعد الحمل لابد انه يكون في برنامج يعني متكامل سواء بالنسبة للتغذية للرياضة ونمط حياة صحي. فخلنا نقول اذا مثلا ما صار هاي الاشياء شو هي الخطورة مثلا على الجنين اثناء الحمل اذا المرأة ما اخذت هذا التخطيط وهاي التدابير كلها؟ أكيد بالتأكيد إذا الست الحامل ما وعت أهمية التغذية الصحية السليمة خلال الحمل أكيد الجنين حيتعرض إلى مشاكل وأمراض عديدة مش فقط على المستوى الجسدي مثل التشوهات زي ما حكينا قبل شوي لكن أيضا على صعيد الصحة العقلية للجنين وعلى مستقبله. يعني في عناصر مهمة جدا نقصها في الأكل في الغذاء راح تؤدي على المدى البعيد أنها تأثر على الصحة العقلية للطفل. مثلا إذا قلنا أنها كانت عندها نقص بالبروتينات هذا بيؤدي إلى تباطؤ عقلي مستقبلي للجنين للطفل يعني. نعم. مثلا نقص الحديد ممكن يؤدي إلى فقر الدم وبيعرض الأم حتى للإجهاض أو الولادة المبكرة. نعم. أن مثلا زي ما حكيت لكم عن نقص الفوليك أسيد بيؤدي إلى تشوهات عصبية وحتى التهابات على مستوى الدماغ. نقص الأحماض الدهنية بيؤدي إلى مشاكل كبيرة حتى على مستوى الذاكرة حتى والاستيعاب. حتى نشوف أنه الطفل بالمستقبل يعني درجة الاستيعاب عنده أقل هذا طبعا بيأثر على قدرته التعليمية. صحيح. مثلا إذا قلنا نقص اليود في بعض الدراسات بيقول لك أنه نقص اليود بيؤدي إلى شلل دماغي. في بعض الدراسات بيقول لك بيؤدي إلى الصم أو اضطرابات في الغدة الدرقية. صحيح. مشان هيك إحنا بنقول للست الحامل يجب أن يكون الغذاء متوازن ويحوي على كل شيء وأهم شيء يحوي على الخضروات والفواكه والبروتينات. نعم. لأن حتى أثر دكتور يعني الأمثلة اللي عطيتنا إياها يعني مو بالأثر بس في فترة نمو. نعم. الجنين. صح. في رحم الأم يعني خلال فترة الحمل يعني حتى هالأشياء كلها يترتب عليها حياة الجنين المستقبلية. حياة الطفل يعني في المستقبل دكتور عايشة. صحيح. مستقبله التعليمي. صحيح. زي ما قلت لك فنقص العناصر الغذائية مش بس بيأثر على الأم بيأثر على طفلها مستقبلا على قدرة الاستيعابية في التعليم حتى الذكاء يعني دكتور موضوع الذكاء الطفل يعني. أيوة. كله يأثر هذه إذا ما كان يعني الموضوع مخطط له مسبقا. صحيح. ويعني خذوا الاهتمام له. دكتور مازن طبعا نحن عارفين فترة الحمل اللي هي 9 شهور في فترات معينة تكون لها يعني ما بنقدر نقولها كخطورة أكثر بس يكون التركيز عليها أكثر يعني خاصة في أشهر معينة من الحمل. فحابين نعرف أكثر شو هي أشهر الحمل اللي تكون أكثر خطورة أو أن الواحد يهتم فيها أكثر خاصة للمرأة الحامل. شوفي دكتور عائشة أهم شيء للست الحامل الأشهر الثلاثة الأولى. نعم. ليش؟ هاي أهم الأشهر الحمل على الإطلاق بيبدأ الجنين فيها النمو وتبدأ تكوين أعضائه يعني بيبدأ. صحيح. يتكون أعضائه في 3 أشهر بيبدأ. صحيح. الدماغ بيبدأ القلب بيبدأ الجهاز العظمي الجهاز العضلي الجهاز الهضمي. فأي نقص زي ما حكيت لك سابقا في المشتقات الغذائية والعناصر الغذائية مثل الزنك والحديد والنحاس واليود والسيلينيوم والفيتامين A والفوليك أسيد كلها راح تأثر. يعني بمعنى 3 أشهر الأولى هي أهم فترة للتغذية. لكن طبعا الباقي نقول لا ما فيها تغذية. لا بالتأكيد فيها تغذية ولازم تكون متوازنة ونضل على ما إحنا ماشيين عليه. لكن حتى تكون يعني في الاتجاه الصحيح وما نقع في مشاكل أهم شيء 3 أشهر الأولى على أن تكون التغذية متوازنة. صحيح. وهذا دور كبير كذلك. دكتور بالنسبة لي حابينك توجه نصايح عامة للنساء الحوامل
يعني خلال فترة الحمل، سواء بالنسبة للتغذية أو الأشياء الثانية اللي تحتاجها أي مرأة حامل خلال هذه الفترة؟ يعني أنا بصحيح بشكل عام دائما بنصح الست الحامل، بقولها دائما عزيزتي الحامل أهم شيء غذائك خلال فترة الحمل. هذا الحكي ما بيعنيك لحالك الغذاء، صحيح. مش والله هذا أنت معني فيه لحالك، لا، هذا معني فيه أنت وجنينك. ليش؟ صحيح. لأنه هذا بيأثر على صحة طفلك في المستقبل زي ما حكينا قبل شوي، صح. لذلك من الأهمية أن تولد الست الحامل هذا الموضوع الأهمية الكافية والمطلقة، ما في تهاون، لا تتهاوني أو تترددي في معرفة المزيد عن التغذية الصحية. كيف؟ روحي اسألي طبيبك، اسألي أخصائي التغذية، اسألي الناس في مجال الطبي. ولكن أنا بنصح دائما أنه ليس كل يعني ما كل هو شائع في المجتمع من أفكار دكتورة عائشة، صحيح، لا تكون مبنية على أسس علمية ثابتة ولا واضحة، صحيح. يعني تيجي تقولها جارتها أو صديقتها لا تكليش شغلة ثانية بكرة بتمتني وبتسمني، تكليش كذا انت حامل، لا تلعديش الرياضة يمكن تسقط الجنين، لا تسمع إلا من مصدر طبي. ليش؟ لأنه دائما في أفكار خاطئة في المجتمع، خاصة في الآن السوشيال ميديا مفتوحة وكل شيء مفتوح، سهل الواحد تأخذ أفكار طبية قد لا تكون مبنية على أسس علمية ثابتة ولا واضحة، صحيح. فبالتالي هي بالنهاية بأثر على جنينها، لذلك إحنا المصدر الوحيد ودائما نحسن خلال التثقيف الصحي يا ست الحامل، يا ستي يا عزيزي، دائما خذي مصدرك الطبي من طبيب أو من أخصائي تغذية في مجال التغذية الصحيحة لست الحامل، ومش تقول والله أنا بكرة بدي أنزل وزن وأنا حامل بكرة بزيد وزني، لا، هاي مفاهيم خاطئة. في برامج طبية غذائية معينة إحنا منصحك فيها من خلال طبيبة النسائية أو من خلال طبيب الأسرة الفامي ميديسين أو من خلال أخصائي التغذية، فهي النصيحة الهامة لست الحامل، لا تسمعي إلا من مصدر طبي وغير، صحيح. هيك لا، قد يؤدي إلى يؤذيها هي نفسها أو لا سمح الله يؤثر على الجنين وعلى زي ما قلت لك على مستقبل كطفل، صحيح. وهالأشياء لها يعني مثل ما نقول يعني عواقب كذلك بعد، يعني على مو فقط الجنين، يعني كذلك حتى بعد ما يولد الجنين يعني لها عواقب نفس أنت ما ذكرت لك النقطة والنقص فيها شو اللي يؤدي له. نعم بالتأكيد دكتور مازن، يعني احنا بنقول لدكتور عائشة على الست الحامل انتباه لغذائها والتنوع، انا دائما بحكي على التنوع مهم جدا، وكمان اخذ المكملات الغذائيه، صحيح. طبعا المكملات الغذائيه عبر طبيب وليس عبر يعني سوشيال ميديا، والله راح الصيدلاني اخذ على كيفي او اقول له اعطيني كذا بدون اي استشاره، لا، صحيح. لانه قد تكون زياده بعض المكملات الغذائيه لها تاثير سيء على الام وعلى الجنين وعلى الجنين نفسه كذلك. دكتور يعني حتى لو المراه الحامل تاخذ المكملات الغذائيه هذا لا يغني عن الاكل الصحي او الوجبات الصحيه، لان معظم الحوامل يمكن على مكملات غذائيه فتقولك انا على مكمل غذائي، يعني صح. ليش اهتم على هالاشياء انها تكون في غذائي، انا اخذها بس لا تقني عن الاكل الصحي. بالتاكيد لازم زي ما حكينا الحمية المتوازن، الاكل المتوازن، الغذاء المتوازن زي ما حكينا اللي بيشمل على الفواكه والخضروات والبروتينات واللحوم ومشتقات الكالسيوم اللي هي الألبان، عفوا، هذا شغله مهمه جدا. ليش؟ لانه احنا دائما احنا بنقول الست الحامل انتبهي من الشهر الاول حتى اذا ما قلت من قبل ما تحمل، صحيح. ليش؟ لانه التغذيه السيئه من الحامل بيؤدي الى شغله مهمه، احيانا بيؤدي الى ضعف في الرحم او بتكوين المشيمه اللي بتلعب دور مهم بتناول الغذاء والسوائل والأكسجين بين الأم والجنين. أي خلل هون بسبب سوء تغذية للجنين، وهذا شو قد ينتج عنه؟ قلة وزن الجنين عند ذاته تلاقي بيجي أقل من 2 كيلو، أو بنتج عنه تشوهات خلقية. ومهما يا دكتور عائشة مهما حاولت الأم الحامل تحسن غذائها لاحقا خلال الحمل ما في مجال، لأنه هناك بعض الأمور قد لا تعوض لاحقا. ليش؟ لأنه لكل أسبوع من أسابيع الحمل خاصية معينة، صحيح. في عملية تكوين الجنين زي ما قلت لك، حدوث النقص الغذائي خلال أي فترة من الحمل يؤدي إلى خلل في تكوين الخلايا التي كان يفترض تكوينها في تلك الفترة. يعني تقول يلا الشهرين الثلاثة الأولى ما بديش بخاف أمتن بعدين بأخذ، لا،
كل أسبوع بأسبوع بالحمل. صحيح. فهذا شغلة مهمة جدا. الحمد لله. نشكرك دكتور مازن الشراير اختصاصي طب الأسرة واختصاصي أمراض النساء والولادة بمركز البرشة الصحي. شكرا دكتور. دكتور عايشة والجميع ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله. تمنياتي بالسلامة للجميع إن شاء الله بالأخص الحوامل إن شاء الله. الله يسعدكم. شكرا دكتور. سبحان الله المرأة الحامل يعني مو بس يعني تهتم صح. بشخصين بروحين مو بن لا والله دكتورة مثل ما تكلم الدكتور مازن يعني صحيح. وايد مهم وايد. أن الوحدة تنسق أو تخطط للحمل صحيح. لأن يعني حتى يعني موضوع الطفل ونموه وذكائه كل هذا نتيجة إذا تم التخطيط السليم وخذت يعني النمط الغذائي السليم أثناء يعني فترة الحمل فمعناته أنه بيكون يعني طفل سليم من جميع صحيح وهالشيء يعني سبحان الله لكل شيء تخطيطه سبحان الله. نرجع لدراستنا في وقت عندنا أيمن نرجع للدراسة. القلق يسرع من انتشار الشيب في الشعر يعني شعر الأبيض. كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد مؤخرا بأن الهرمونات التي يطلقها الجسم أثناء الشعور بالقلق أو الإجهاد تساهم في إلحاق الضرر بالخلايا الجذعية الصباغية المنتجة للصباغ والتي تعني للشعر الأبيض. دكتورة مثل ما تكلمنا إحنا قبل الإنسان لابد أنه يعرف كيف يكون عنده مهارات أنه يعني ما يعيش في موضوع القلق. التوتر والقلق صحيح. لأنه نتيجة الشعر أبيض. مو بس شعر أبيض أشياء كثيرة بس يعني الدراسة ركزت على انتشار الشيب خاصة في الشعر يعني للناس اللي يكونون يعانون من القلق. وتقول الدراسة كذلك اللي نشرت في مجلة نيتشر أن معظم الأشخاص اللي يعانون من القلق والإجهاد هم أكثر عرضة لفقدان لون شعرهم بشكل سريع ومبكر. ومن جهته قال الدكتور ياتشي هاسو أستاذ الخلايا الجذعية وعلم الأحياء التجديدي بجامعة هارفارد أردنا معرفة ما إذا كان الإجهاد يؤدي إلى تغييرات في الخلايا الجذعية اللي تلون الشعر وتبين أن هرمونات الإجهاد تساهم بشكل كبير في هذا الأمر. ويتمثل أحد الآثار الجانبية للإجهاد أن في تغيير مستويات الهرمونات قد يشوه وظيفة الخلايا الجذعية اللي تلون الجلد والشعر بصبغة الميلانين. يعني سبحان الله هذا شعور يعني تعرف يعني شعور وأثر على أشياء كثيرة يعني حتى تابع للخلايا الجذعية يعني ما بشيء بسيط. وتنطلق عادة هرمونات تدعى هرمونات نور إبنفرين هذا هو السبب لمحاربة الإجهاد واللي تعمل على الإضرار بالخلايا الجذعية الصبغية اللي تمر بعملية تسمى الانتشار والتمايز واللي يتغير دورها وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم تاركة بصيلات الشعر دون تغذية بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية. دراستنا اليوم يعني جميلة جميلة صراحة وننهي الحلقة اليوم بهذه الدراسة. نشكر مستمعينا هذه كانت حلقتنا لليوم. نشكر فريق العمل ويانا اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق ميرا المري وفي الإخراج أيمن سرحيل. شاركني في الحلقة اليوم أستاذ عبد الله جمعة ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت إن شاء الله الساعة 10 بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.